غير مسبوقة. ظهور كائن غريب في وسط القاهرة. الشغل اللي بيبقى فيه سفر كتير ده بيستهلك طاقتك من جواك. أنا ما أعرفش أعمل أي حاجة في الدنيا غير شغل. هنا في أركبين مفيش حيوان بيتحبس، إحنا بندرسهم وبعد كده بنرجعهم بيئتهم الطبيعية. واو، أسكر هو إلا على وش الزهر لسه ترى بطي. يا حبيبتي انا لسه بلعب بوكس، ده انا كان عندي ماتش النهارده وكسبته كمان. This animal should be back now. Do I look like I care about an animal created by a fucking freak? I'm asking you what it is. أوسكار لازم يمشي من هنا. دكتور سعد الشربيني دكتور الفيل المشعر والمسؤول الأول والأخير عنه، يعني مطرح ما يحط دلومته أحط رجليا.